يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنت في بلد ينتشر فيه الشرك والصوفية، وهناك من يدعو إلى الحق لكنه محارب من قبل السلطات وغيرهم من عباد القبور، هل يلزمني الهجرة من هذه البلاد أم أقيم فيها وأدعو إلى الله مع ما يصيبني من الأذى؟ وهل أكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين؟ إذا كنت تقيم للدعوة إلى الله وتعليم الناس هذا طيب، هذا طيب. أما إذا كنت تقيم تسكت ولا تنكر شيئا ولا، هذا لا يجوز، هذا ما أظهرت دينك. لا يجوز الإقامة ببلاد المشركين إلا مع إظهار الدين، يعني تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر وتدعو إلى الله تنهى عن الشرك. نعم.